اللي بيمسك بإيدك وانت تايه وضايع شيله بعيونك لما توصل. هاي العبارة ضلك اقرأها مرة ومرتين وخمسة وعشرة، وضلك عيد فيها لحتى تحفظها كتير منيح. الناس اللي اليوم بتوقف معك بوقت ضيقتك وبالوقت اللي انت فعليا بتكون فيه ضايع وما بدك اي اشي غير انه حدا يحتويك، وتلاقي هاي الناس واقفة معك وما بدهم منك اي اشي غير انك تكون واقف على رجليك بحياتك. لا تنساهم، لانه هدول هم الناس اللي فعليا راح يتقبلوك، راح يحاولوا يعملوا اي اشي كرمال يكونوا معك، وراح يتقبلوك بمرك قبل حلوك. هدول هم ناسك، هدول هم طينتك، حتى لو قسيوا عليك بقراراتهم، بس كن متأكد انه ما حدا راح يحبك بقدر حبهم الك. في مقولة كانت تحكي لي اياها امي الله يحفظها، تحكي اتبع مبكيك ولا تتبع مضحكك.